صلاتي؟ لماذا يا رب تقسي نفسي وتصرف وجهك عني؟ فقير أنا وفي شقائي منذ شبابي، وحين علي جازة رزقك وفزعاتك أزعجتني. أحاطت بك الماء والنهار كله واكتنفتني معا، أبعدت عني الصديق والقريب ومعارفي من الشقاء. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي من أذنك إلى طلبتي. بارك يا نفسي رب ويا جميع ما في داخل اسمه القدوس. بارك يا نفسي رب ولا تنسى جميع مكافآته، الذي يغفر جميع أثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شهواتك فيتجدد كالنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف طويل الأنات وكثير الرحمة، ليس لنا القضاء يسخط ولا للدهر يحقد. لا على حسب آثامنا صنع معنا، ولا على حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، وبمقدار بعد المشرق من المغرب يبعد عنا سيئاتنا. كما قواته ياخذ دامه للعاملين ارادته. بارك الرب يا جميع اعماله في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب. يا رب استمع صلاتي وانسد حقك الى طلبتي، استجب لي بعدك، ولا تدخل في المحاكمه مع عبدك، فلم يتزكى امامك كل حي، لان العدو قد اضطهد نفسي واذل في الارض حياتي، واجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر، واضجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، هذت في كل أعمالك وتأملت في صنائع يديك، بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب، قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمع رحمتك، فإني عليك توكلت. عرفني يا رب طريق الذي أسلك فيه، فإني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، فإني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل مرضاتك، لأنك أنت إلهي. روحك الصالح هي دين فردا مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدك تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي، لأني أنا عبدك. استجب لي بعدك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. استجب لي بعدك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. روحك الصالح يهديني فردا مستقيمة. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب، من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب، من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، من أجل أبينا وبطرنا مكرمين والشمامسة القدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، من أجل هذه المدينة وجميع الأدرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا جاثدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا، والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعوض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك.
بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين من أدواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين الله رب دار لنا مبارك الذي باسم الرب اعترف للرب ودعو باسمه القدوس الله الرب دار لنا مبارك الذي باسم الرب كل الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرتها الله الرب ظهر لنا مبارك الذي باسم الرب من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في عيوننا ثيوس كيريوس كبافانانيمين Ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Την πατέρτε μην εν ολούια μου τα χάνιν, ο καβήλταν δεύνα δευτερέτε τη λεία, δικαί το τίπανε μην ελένε. المجد للآب والابن والروح القدوس إن حضرت من العلوية متحنا وقابلت الدفن ذا الثلاثة الأيام لكي تعتقنا من الألم فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجد لك الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين آمين يا من ولد من البتول من أجلنا وكبد الصلب أيها الصالح يا أيضا بسلام إلى الرب نطلب أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنود أدواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين لقد قمت من بين الأموات يا حياة الكل فهتف ملاك نور بالنسوة قائلا كف كفنا الدموع وبشرنا مسبحات أن قد قام المسيح
يصبح الرب الذي ارتضى أن يؤسس البشر بقوة لقدسه. لقد قمت من الأمر في الحقيقة وأمرت النسوة البارات أن يبشرن الرسل كارزات بقيامتي كما كتب. فوافى الرسل إلى جعان فأن فيه فدهش منذهلا ثم عين الأكفان موضوعة فيه وحدها خلوة الجسد الإلهي فأمن وهتف قائلا المجد أي المسيح لهم الاسم فإنك خلصت جميع الياه ليسبحنا والد الإله باب وتابوت السماويين الجبل الكلي القداسة السحابة النيرة السلم السماوية الفردوس الناطق نجاة حواء ذخيرة المسكونة بأسرها الثمينة العظيمة فإنها بها قد صنع الخلاص وغفران الذنوب القديمة في هذا العالم فلذلك نهتف إليها قائلين تشفعي لابنك وإلهك أن يهب غفران الزلات للذين يسجدون عن حسن عبادة لولادتك المقدسة إن أناسا ختموا قبرك يا مخلص وملاكا دحرج الحجر عن باب القبر والنسوة عاينك منبعثا من بين الأموات فبشرنا تلاميذك في صهيون بأنك قد قمت يا حياة الكل وحللت قيود الموت فيا رب المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد وافت النسوة يحملن طيوب الدفن فسمعنا من القبر صوت ملاك يقول كفكفنا الدموع واجتنينا الفرح عوض الحزن وسبحنا كارزات بأن قد قام المسيح الرب الذي ارتضى أن يخلص جنس البشر بقوة لاهوته. بك تفرح الخليقة كلها صافات الملائكة وجنس البشر يا جبلا مقدسا وفردوسا ناطقا وفخر البتولية أيتها العذراء المنعم عليها التي منها تجسد الله إلهنا الذي قبل الدهور وصار طفلا فإنه صنع مستودعك عرشا وجعل بطنك أرحب من السماوات فيك فبك تفرح الخليقة كلها أيتها المنعم عليها فالمجد لك. عند مشاهدتي إياك محسوبا بين الأموات أيها المخلص وضاحضا قوة الموت ومنهضا آدم معك ومعطيقا إيانا من الجحيم كافة. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك الملك اللامع عند القبر تفوان وحبيبات الطيب قائلا لما تمسجن الطيوب بالدموع بأرسيات الميزان انظرنا اللحظة وافرحنا لأن المخلص قد قام من القبر ناهضا. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك إن حاملات الطيب سحرا عريضا سرعنا إلى قبرك نائحات إلا أن الملاك وقف بهن وقال لهن تمنى في قد كف وبطل فلا تبكينا بل بشرنا الرسل بالقيامة. أبلغيتو سكيري هذي ذاكسون متى ذيك يوم تاسو إن النسوة حاملات الطيب قد أقبلنا بالحانوت إلى قبرك أيها المخلص فسمعنا ملكا متناغبا نحوهن قائلا لما تحسبنا الموتى فبما أنه قد قام من القبر ناهضا. المجد للأب والابن والروح القدس نسجد للأب وابنه ولروح قدسه ثالوثا قدوسا بجوهر صارخين Και αγίκαι εις τους αιώνας των αιώνων
النبيين يا العذراء لقد ولدت معطي الحياة وأنقذت آدم من الخطيئة ومنحت حواء السعي وما الحسن لكن الإله والإنسان مجسد منك أرشدهما إلى الحياة التي قد تهورا منها. هللويا 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 يا الله هللويا 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 المجد لك يا الله هللويا 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 المجد لك يا الله من سلام إلى رب نطلب الله بنعمته رب رحمه بعد ذلك قداسة الطاهرة يقبرك مجدحينا لله الدائم ربه مريم مع جميع القديسين فالمدعواتنا وبعضنا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الأب وابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. إن حاملات الطيب أتينا فوقفنا عند قبر الواهب الحياة يطلبنا بين الأموات السيد الذي لا يموت فنلنا بشائر الفرح من الملاك فأخبرنا الرسل أن قام الرب مانحا العالم عظيم الرحمة إن العدو يجرني منذ صبايا ويهبني بنار لذات ولكنك عليك يا رب أقهره وأهزمه يصيرن الذين يبغضون صهيوننا مثل العشب قبل أن يقتلع فإن المسيح سرق وأعناقهم بحسام العذاب المجد للآب والابن والقدسان وكل آوان ولده الدهين أمين وهو نور من نور إله عظيم فلنسبحنه مع الآب والكلمة يستترنا قد خوفك تواضعا لئلا يرتفع فيسقط منك يا كلي الرأفة إن الذي يجعل رجاءه على الرب لا يخاف حين يدين رب الخليقة كلها ويعذب بالنار المجد للآب والابن والروح القدس الآن وإلى أوان دهر الداهرين أمين بالروح القدس يسبق كل من كان إلهيا فينظر ويقول إنسانا فيرنم لإله واحد في ثلاثة أقانيم لأن اللاهوت وإن كان مثلث الضياء فإنه موحد الرئاسة إليك صرخت يا رب فأصغي وأمل أذنك إلي مستصرخا إياك واقطهرني قبل أن ترفعني من هاهنا الكل متى غربت شمس حياته يعود إلى أمه الأرض فيثوي فيها وينحل إلى تراب كما كان لينال الجوائز أو العقاب عما فعله في حياته المجد للآب والابن والقدس الآن وكل أوان ولده الداهرين أمين إن بالروح القدس التكلم عن اللاهوت الواحد المثلث التقديس فإن الآب لا بدء له ومنه صدر الابن في لا زمن وكذلك أشرق الروح من الآب مساويا للآب والابن في الهيئة والعرش هو ذا ما أطيب وما ألذ أن يسكن الإخوة معا فإن الرب بذلك وعد بالحياة الأبدية إن المجمع الزنادق الحقلي يقول قائلا إنه لا ينبغي أن يهتم أحد بلباسه المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين إن الروح القدس العلة الوحيدة لانتظام الخليقة كلها وفوزها بالسلام فإنه إله مساو للآب والابن في الجوهر مساواة حقيقية يملك الرب إلى الدهر إلهك يا صهيون إلى جيل بعد جيل يملك الرب إلى الدهر إلهك يا صهيون إلى جيل بعد جيل سبحي يا نفسي الرب يملك الرب إلى الدهر إلهك يا صهيون إلى جيل بعد جيل إلى الرب نطلب لأنك قدوس أنت يا إلهنا وفي القديسين تستقر وتستريح وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين.
من أجل أن نكون مستحقين لسماع الإنجيل المقدس إلى الرب إلهنا نطلب حكمة لنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر لنصغي. في ذلك الزمان كانت مريم واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فرأت ملاكين بثياب بيض جالسين حيث وضع جسد يسوع، أحدهما عند الرأس والآخر عند الرجلين. فقالا لها: يا امرأة لما تبكين؟ فقالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولا أعلم أين وضعوه. فلما قالت هذا التفتت إلى خلفها فرأت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. فقال لها يسوع: يا امرأة لما تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت أنه البستاني. فقالت له: يا سيدي إن كنت أنت حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. فقال لها يسوع: مريم. فالتفتت هي وقالت له: ربوني الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، بل امضي إلى إخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. المجد لك يا رب المجد لك. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطايا وحده. لصليبك أيها المسيح نسجد، ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف اسمك نسمي. هلموا يا معشر المؤمنين نسجد لقيامة المسيح المقدسة. الصليب قد أتى الفرح في كل العالم، نبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته، لأنه إذا احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أبدا وحطام. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك أمحو مآثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، فأعلم الأثم أطرقك والكفر إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو أثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق. القلب المتخشع والمتواضع لا يرضي الله. أصلح يا رب مساراتك سيئة ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. Oh.
الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. سهلي لمناهج الخلاص يا والدة ليلى، لأني قد نعست نفسي بخطايا سمجة وأفنيت عمري شفاعتك نقيني من كل رجاء يا رحيم. ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافاتك امحو ماثي. يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد عالمك بالرحمة والرأفة وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين واسبغ علينا مراحمك الغنية بشفاعات الكلية الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وبقدرة الصليب الكريم محيي شفيع وحامي هذه الكنيسة المقدسة وبطلبات قوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وأبائنا القديسين معلمين المسكونة رؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير غرغوريوس اللاهوتي يوحنا الذهبي الفم وأبائنا القديسين أثناسيوس وكيريلوس ويوحنا الرحيم بطريقة الإسكندرية وأبوينا القديسين ميلاتيوس وبطرس بطريركي أنطاكيا وأبوينا القديسين نيكولا وسريس أساق في تميراليكيا سبيريدونوس أسقف تريميثوس العجائبيين والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جيواجيوس المظفر ديمتريوس المفيد الطيب ثيودروس تيروني ثيودروس قائد الجيش والقديسين إغناطيوس بوليكاربوس الشهيدين في رؤساء الكهنة والقديس يوسف ونيقولا وحبيب الدمشقيين الشهداء في الكهنة والقديسين المجيدين الشهداء متألقين بالظفر وأبائنا الأبرار إفرام وأسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع أبائنا الأبرار متوشحين بالله والقديسين الصديقين وكيم وحنا جدين المسيح الإله والقديس أليكسيوس رجل الله الذي نقيم تذكاره اليوم وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة
فاستجب لنا نحن القطا الطالبين إليك وارحمنا. برحمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الهادي إلى الحكمة ورازق الفهم والفطنة ومؤدب الجهال وعاضد المساكين، شدد وفهم قلبي أيها السيد، وأعطني كلمة يا كلمة الآب، لأنني ها أنا ذا لا أمنع شفتي من الصراخ إليك، يا رحوم ارحمني أنا الواقع. يا رحوم ارحمني أنا الواقع. إن آدم جلس إذ ذاك إزاء نعيم الفردوس، وانتحب ضاربا وجهه بيديه قائلا، يا رحوم ارحمني أنا الواقع. إن آدم لما أبصر الملاك دافعا إياه، ومرصدا باب البستان الإلهي، تنفس الصعداء متنهدا وهاتفا، يا رحوم ارحمني أنا الواقع. أيها الفردوس توجع لمن كان مالكك وفقرا، وتوسل إلى باريك بنغمة هفيف في أوراقك، ألا يغلقك دوني أنا الصارخ، يا رحوم ارحمني أنا الواقع. أيها الفردوس الكلي الفضل، الكلي القدسي، الكلي الإكرام، يا من لأجل آدم نصبت ومن جرى حواء أغلقت، ابتهل إلى الله من أجل أنا الساقط هاتفا، يا رحوم ارحمني أنا الواقع. يا رحوم ارحمني أنا الواقع. في 17 من هذا الشهر تذكار القديس ألكسيوس رجل الله. وفي هذا اليوم نصنع تذكار نفي آدم أول الجبلة من فردوس النعيم، فلينحي العالم مع إن إسرائيل لما سلك بالأقدام في قعر اللوج العميقة كاف اليابسة وعاين فرعون المضطهد غريقا صارخ هاتفا لنسبح إلهنا تسبيحا على ظهر. ليس قدوس مثلك أيها الرب إلهي، يا من رفعت قرن المؤمنين بك أيها الصالح وثبتهم على صخرة الاعتراف بك. إن الكنيسة الموقرة تهتف مرتلة كما يليق بالله، معيدة بالرب من ضمير نقي، المسيح قوتي وربي وإلهي. أيها الصالح أضئ بنورك الإلهي نفوس المدرجين إليك بشوق ليعرفوك يا كلمة الله الإله بالحقيقة الداعية إيانا من قتام الزلة. أيها الجزيل الرحمة مذ رأيت بحر هذا العمر متعاليا من عواصف التجارب، بادرت إلى ميناك الهادي هاتفا، أصعد من الفساد حياتي. إن الملاك قد صير الأتون يعفض نادا للفتية الأبرار، وأحرق بأمر الله الكلدانيين، وأقنع المغتصب أن يهتف صارخا مبارك
أنت يا إله أبينا. نسبح ونبارك ونسجد للرب، لقد أنبعت من اللهيب نادا للأبرار، وبالماء ألهبت ذبيحة صديق، لأنك تصنع كل شيء بمجرد مشيئتك فنعليك إلى كل الأدهار. بعض من السرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، يا من هي أكرم من السرابين وأرفع ما ذنبي غير قياسا من السرابين التي بغير فساد، ولده كلمة الله ولا حق والدة الإله هي آتٍ وآمان. لأنه نظر إلى تواضع يمته فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. يا من هي أكرم من الشرابيم وأرفع ما ذنبي غير قياس من السرافيم التي بغير فساد، ولدت كلمة الله ويا حقا والدة الإله إياك نعطى. لأن القدير صنع بي عظائم وقدوس اسمه ورحمته إلى جيل فجيل للذين يتقونه تنديميو تيران تون كيروفيم كنوكسو تيران أسينغريتوس تون سيرافيم دينا ذي أفلاروس تيون لغون تكوسان دينا دوس تيوتوكون سيمغالينو صنع عزا بساعده وشتت المتكبرين بذهن قلوبها. يا من هي أكرم من الشرافيم وأرفع ما ذنبي غير قياس من السرافيم التي بغير فساد، ولدت كلمة الله ويا حقا والدة الإله إياك وعظيم. حط المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين، أملأ الجياع من الخيرات والأغنياء أرسالهم فارغين. يا من هي أكرم من الشرابيم وأرفع ما ذنبي غير قياس من السرافيم التي بغير فساد، ولدت كلمة الله ويا حقا والدة الإله إياك وعظيم. أعطت إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما قال لآبائنا إبراهيم ولنسله إلى الأبد. يا من هي أكرم من الشرافيم وأرفع ما ذنبي غير قياس من السرافيم التي بغير فساد، ولدت كلمة الله ويا حقا والدة الإله إياك وعظيم. أيتها الكلية الطهارة، إن الإله الذي لا يمكن للبشر أن تعينه ولا تجسر طغمات الملائكة أن تنظر إليه بك، قد شهد ورؤيا للبشر كلمة متجسدا الذي نعظمه مع الأجناد العلوية، ولكن أعطي الطوبى أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم.
بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الدائرين لما أبصرت مريم الملاكين داخل القبر ذهلت وإذ لم تعرف المسيح بل ظنته البستاني سألته قائلة يا سيدي أين وضعت جسد يسوع ولما عرفت من مناداته لها أنه المخلص بعينه سمعت منه قوله لا تلمسيني إني ماض إلى أبي فقولي لإخوتي لقد تجاوزت وصيتك يا رب أنا الشقي وتغربت من مجدك ويلي وامتلأت خزيا وطرحت من نعيم الفردوس أيها المتحنن فارحمني يا رحوم أنا الذي عدمت خيريتك بعدل يا رب لقد ابتعدنا من الفردوس قبلا بسبب الأكل من العود وأما بعود صليبك وآلامك فأدخلتنا إليه أيضا يا إلهي ومخلصي فحصنا به لنتمم الصيام بنقاء لائق ونسجد لقيامتك الإلهية والفصح الخلاصي بشفاعة والدتك كلنا سامع فلتسبحي سبح رب بنا Yeah.
مكتوبا هذا المجد يكون لجميع أبراره. يا رب وإن كنت قد وقفت في الحكم مدانا من بيلاطس إلا أنك لم تخلو من الكرسي جالسا مع الله وقمت من بين الأموات وأعتقت العالم من عبودية الغريب بما أنك رؤوف ومحب البشر. سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته. يا رب وإن كان اليهود قد وضعوك في قبر كما أنت إلا أن الجند كانوا يحرسونك كمالك الراقب ومثل كنز حياة ختموا عليك بختمان إلا أنك قمت ومنحت عدم الملا لنفوسنا. سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته. يا رب لقد أعطيتنا صليبك سلاحا على المحفوظ لأنه يرعب ويرتعد إذ لا يحتمل أن يرى قوته لأنه يقيم الموتى وقد عرض على المنون لذلك نسجد لدفنك وقيامتك. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثار. يا رب إن الملك المنادي بقيامتك أما للحراس فأرهب وأما للنسوة فهتف قائلا لما تطلبنا الحي مع الموتى قد قام بما أنه إله ومنح الحياة للمسكونة. سبحوه بالأوتار والتي طار لقد تألمت بالصليب أيها المسيح الإله المحب البشر المنزه بحسب اللاهوت عن الآلام وقبلت بالدفن ثلاثة أيام لكي تعتقنا من عبودية العدو وتحيينا بقيامتك حياة خالدة. سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التهليل،
كلنا سما فلتسبح الرب. إن آدم صرخ باكيا ويح لي لأن الحياة والموت أبعدني من الدالة الإلهية. ومذاقات العود غربتني من نعيم الفردوس. ويلي لست أحتمل العار أيضا، أنا الذي كنت وقتا ما مالكا على كل برايا الله الأرضية. فقد ظهرت الآن مسورا من مشورة خارجة عن شريعة، وقد كنت حينا ما متسربلا مجد عدم الموت. فأضحيت كميت متشيحا أطمار المنون بحالة يرثى لها. ويحي من استدعي مساعدا معين النوح، لكن يا محب البشر المتدرع التحنن، يا من خلقتني من الأرض، عد فاستدعيني وخلصني من عبودية العدو. أعترف لك يا رب بكل قلبي وأحدث بجميع عجائبك. لقد انفتح ميدان الفضاء فلجوا أيها المؤثرون الجهاد متمنطقين بجهاد الصوم الحسن، لأن المكافحين بمفترض الكفاح يكللون بواجب، فلنتدرى بالصليب ونبارز العدو محاربين ممتلكين الإيمان كسور غير منصدي، والصلاة كدرع والصدقة كخذة، وعوض الحسام الصيام باتر من القلب كل رذيلة. فالذي يصنع هكذا فإنه يقتبل الإكليل الحقيقي من المسيح ملك الكل في يوم المدايانا. ضاك جهاداتي
والغلبة على الشياطين والسلاح مبارك أنت أيها المسيح إلهنا يا
من هكذا سر المجد لا. مجد لك يا مظهر النور، المجد لله في الأعلى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك، نسجد لك نمجدك، نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك. أيها الرب الملك الإله السماوي الأب الضابط الكل، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدوس. أيها الرب الإله يا حمال الله يا ابن الأب يا رافع خطيئة العالم، ارحمنا يا رافع خطايا العالم. تقبل تضرعنا أيها الجالس من عن يمين الآب وارحمنا. لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب أمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. إنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا، مسبح وممجد اسمك إلى الأبد أمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليه. بارك أنت يا رب علمني حقوقا. مبارك أنت يا رب علمني حقوقا. مبارك أنت يا رب علمني حقوقا. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا يا ربي إليك لجأت، فعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي. لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين فابسط رحمتك على الذين يعرفونك. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدوس أنا وكل آن وإلى دار الداهر آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس
فلنسبح الذي قام من القبر انصر حياتنا لأنه إن قد خطم الموت بالموت فنحن الظفور والرحمة العظمى. مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. بسلام إلى الرب نطلب. من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورئيس كهنتنا رومانوس والكهنة المكرمين والشمامسة القدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل انحسار الأوبئة والأمراض وشفاء المرضى ومن أجل عدد وسند الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون على صحة الآخرين والسلامة للعالم أجمع إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى ظهر الداهرين. Despre zviesti Theotokos antersos animas. Mishabati validati lilu, yamu khallisu khallisna.
أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. وضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك هللويا. سوسني ماسيته وأناستاسك نكرون سولون ناسي هللويا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. يا كلمة الله ابن الوحيد الذي لم يزل غير مات وقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وقت الموت وأنت لم تزل أحد التلوث القدوس المبشر مع الأب والروح القدس والإصلاة. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنذا ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. يا مرتحنا وقال
ألموا لنسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك هاليلويا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتدين لك هاليلويا درت من العلويا متحنن وقابلت الدفن ذا الثلاثة الأيام شو حطي فيها؟ لكي تعتقنا من الآلام فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجد لك هيا نكرم أباني طالون مع عبده حديث شهيدي المسيح المجدين والشفيعين أيها الهادي إلى الحكمة والرازق الفم والفطنة والمؤدب الجهال والعاضد المساكين شدد قلبي وامنحه فما أيها السيد وأعطني كلمة يا كلمة الآب فإنني لا أمنع شفتي من الهتاف بك يا رحيم ارحمني أنا الواقع إلى الرب نطلب لأنك قدوس أنت يا إلهنا وليك نرفع المجد والسبح المثلث التقديس أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين
قدوس الله السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة وأصلحها، فإن يمينك غرستها. Σκέψετην άμπελον ταύτην, η κατάρτισε αυτήν, εφύτευσε η δεξιά σου. فإن يمينك غرستها. يا رب خلص المؤمنين، يا رب خلص المؤمنين، يا رب خلص الحسن العبادة، يا رب خلص الحسن العبادة. واستجب لنا، واستجب لنا، رتلوا لإلهنا رتلوا يا جميع الأمم، صفقوا بالأيادي الحكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. لنصغي يا إخوة، إن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا.
قد تناهى الليل واقترب النهار، فلندع عنا أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلكن سلوكا لائقا كما في النهار، لا بالقصوف والسكر ولا بالمضاجع والعهر ولا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تهتموا بأجسادكم لقضاء شهواتها. من كان ضعيفا في الإيمان فاتخذوه بغير مباحثة في الآراء من الناس، من يعتقد أن له أن يأكل كل شيء، أما الضعيف فيأكل بقولا، فلا يزدر الذي يأكل من لا يأكل، ولا يدن الذي لا يأكل من يأكل، فإن الله قد اتخذه. من أنت يا من تدين عبدا أجنبيا؟ إنه لمولاه يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت. لأن الله قادر على أن يثبته. سلام لك أيها القارئ. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. إكمال نستقم ونسمع الإنجيل المقدس. سلام لجميعكم. أصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير تلميذ الطاهر. يا رب المجدون قال الرب: إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم فأبوكم أيضا لا يغفر لكم زلاتكم. ومتى صمتم فلا تكونوا معبسين كالمرائين، فإنهم ينكرون وجوههم ليظهروا للناس صائمين. الحق الحق أقول لكم، إنهم قد أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لئلا تظهر للناس صائما، بل يبيك الذي في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك علانيا. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والأكلة وينقب السارقون ويسرقون، لكن اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا آكلة ولا ينقب السارقون ولا يسرقون، لأنه حيث تكون كنوزكم هناك تكون قلوبكم. وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة.
حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدوس آن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. صليبك أيها المسيح الزكيان كن قدس مصليك المجد لأنك أنت هو إلهنا وآخر سيبتنا بسمك السماء فلما يا معشر نجدك من سيح وقرس السماء بارك الله فيك وصليك يا مرحبا السلام أجل موت الموت آخر ارحمني يا الله لنطرح على
وسيلة جميعكم وجميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أبانا وبطني أركنا يوحنا ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين آن وكل آوان وإلى دار الداهرين الذين ذكرت أسماؤهم على المذبح المقدس زوار هذه الكنيسة والذين يتعبون فيها ويخدمون ويرتلون مع جميعكم وجميع الأنطونيوس وفرانسيس وموسى ونسان جميع المختصين بكم ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين آن وكل آوان وإلى دار الداهرين. رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية والذين عمروا هذا الهيكل وخدموا فيه جميع أمواتكم في المسيح مع المنتقلين عن نجان والروي وكريمين يذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين آن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أصلح يا رب مسألتك صهيون كل مسألتك كمل طلبتنا للرب.
من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب يا رب ارحم. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسى أرسخ كيريا ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسى استجاب يا رب مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسى فرسخ كيريا الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسى استجاب يا أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسى فرسخ كيريا أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسى بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب برافاة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين السلام لجميعكم لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين بأب وابن وروح قدوس ثالوث متساو في الجوهر وغير الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نورا من نور إله الحق من إله الحق مولودا غير مخلوق مساوى للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس المنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية
وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسناً، لنقف بخوفاً، لنصغي، لنقدم بسلام القربان المقدس. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. ومع روحك. أضع قلوبنا فوق لنا عند الرب لنشكر الرب. لا حق وواجب. واجبا وحقا نسبحك ونباركك ونحمدك ونسجد لك ونشكرك في كل موقف واضع سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا في بصر ولا يحد عقل، غير المنظور غير المدرك، الدائم وجوده والكائن هكذا هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، ومبارحت تصنع كل شيء حتى صعدتني للسماء وهبتنا ملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها، الظاهرة وغير الظاهرة. نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي رضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن قد أقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشرابين والسرافين ذو الأجنحة الستة والعيون كثيرة متعالين ومجنحين. تسبيح الظفر. تسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس رب السماوات والأرض قدوس رب السماوات والأرض ملونة السماء والأرض نحن أيضا مجدك ونقول قدوس رب السماوات والأرض مبارك الآمين حتى أعلم هذا حتى أنك بدلت ابنك الوحيد في الليلة التي شكر وبارك وقدس وكسر أعطى تلاميذ الرسل القديسين قائلا: خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. اشربوا منا كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. التي لك وهي مما لك فيما نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء سائم نوما سافلغ سيف خارستون انكيريا كذا مثاثا كما أن ملكوت السماء والدار الضيق لا يمحاك منهم أدم كل رب الناطقة أجداد وأرسال أبناء أبي الرسل الكارزين والبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان.
Ξέρει το τη Παναγία Σακράν του υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίσιμων Θεοτόκου και Άγιοι Παρθένο Μαρίας. ولنا بانا وبطني أركنا يوحنا وأبو لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديدا الأيام فصلا باستقامة كلمة حقك. اذكر يا رب ولنا بانا ورئيس كهنتنا رومانوس وأبو لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديدا الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن. واعطنا نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكيا روحيا يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله مهلنا أيها السيد لأن نسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أي الإله السماء ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى ظهر الداهرين
السلام لجميعكم. لنحني رؤوسنا للرب. نشكرك أيها الملك غير المنظور يا أمي بقدرة التي لا تقدر، أبدع الأشياء كلها برحمة الكثيرة أخرجها من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد الطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم، لأنهم ما حنوا هذا الحلم من دم ودم، بل لك أيها الإله المهيب. فأنت إذن أيها السيد سهل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل منا، رافق المسافرين واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا. بنعمتي ورافة ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل القدس والصالح والمحيي الآن وكل أوان ولدهر الدائرين. آمين. القدسات للقديسين. لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس، افتح لي حنوة محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم. أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها. وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله، لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين، وأنا الحواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور. آمين. أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأة الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه. فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية، التي بالقول والتي بالفعل، التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. ها أنا ذا أتقدم إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني من جرى تناول إياها يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل دنس. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب في ملكوتك. ارهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، فإنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بنار غير هيولية، وأهني لأن أمتلئ من النعيم الذي فيك لكي أعظم طربا حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس لباس العرس، وأطرح من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصر لي هذه القدوسات لمحاكمة لعدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة والملكوت الآتيين. أما أنا فخير لي أن ألتصق بالله وأضع في الرب رجاء خلاصي. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب في ملكوتك.
سبحوا الرب من السماوات هللويا أبتدئ كلامي وأقول يا أحبة كل عام وأنتم بخير، لأن دخولنا نحن المسيحيين في فترة الصوم، فترة الزهد، فترة التخفيف من كل شيء، الطعام، الكلام، هي فترة يرتاح فيها الإنسان. الصوم الكبير يا أحبه وضعته الكنيسة استناداً لما قام به ربنا يسوع المسيح والأنبياء ومن بعد المسيح الرسل القديسين،
لما فيه من الفائدة الروحية العظيمة لكل إنسان. لذلك أقول ليس فقط كل عام وأنتم بخير لأننا كل سنة نكرر هذا الموضوع، لا، لأننا نحتفل، نحن المسيحيين يا أحبي في الصوم نبتهج ونفرح، إنها فترة يرتاح فيها جسم الإنسان من التخبيصات الطعامية والكلامية، يهدأ الإنسان بكليته، لأن الإنسان المسيحي يعرف إلى أين يتجه، يتجه نحو المسيح الإله. وعندما يتجه الإنسان المسيحي نحو المسيح الإله لا يعود بحاجة إلى أي شيء. لماذا؟ لأن المسيح الإله هو المعطي كل شيء، والذي يلتصق بالمسيح لا يعود بحاجة. قد يرى هذا الكلام بعضنا أنه نظري، لكن يا أحبه، كل الذين اختبروا الحياة بالمسيح رأوا وعاشوا وتيقنوا أنهم لا يعوزهم شيء، لا يعود بحاجة إلى أي شيء، لأن أي شيء آخر يا أحبه هو تشتيت، تشتيت لنا وإبعادنا عن الهدف اللي هو يسوع المسيح. لذلك في إنجيل اليوم قال يا أحبه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم. ما هو كنز كل إنسان؟ في ناس المصاري هي كنزة، تلاقي عقلة وقلبة مربوطين بالمصاري. في ناس بالأهواء، تلاقي عقلة وقلبة مربوطين بالأهواء، لأنه هدول هن كنزهم. بينما الإنسان المسيحي المؤمن الحقيقي كما يعلمنا الإنجيل، إنجيل الخلاص، يعلمنا إذا كان المسيح هو كنزنا، ساعتها يا أحبه قلبنا يلتصق بالمسيح. والمميز في هذا الأمر يا أحبه أن ذلك الإنسان الملتصق بالمسيح لا يعود بحاجة إلى شيء. وما نراه أن المسيح يؤمن له كافة الاحتياجات المادية المعنوية الحياتية، لأن هذا الإنسان لا يعود يهتم بما هو أرضي. غاية صومنا يا أحبه تماشيا مع ما قلته قبل قليل، غاية صومنا هي أن لا يشتتنا أي شيء عن اتحادنا بالمسيح. لذلك نرى كل العالم المسيحي يا أحبة، كل الدنيا تصوم، ولكن نحن في المسيحية صومنا له هدف، نصوم عن أي تشتيت يبعدنا عن المسيح، لأننا في النهاية من بعد ما نصوم ونصبح متحضرين جاهزين نتحد بالمسيح القائم من بين الأموات. ساعتها يا أحبه كل ما نحن كنا ساقطين فيه، كل شيء كنا فيه أموات، نصبح نحن يا أحبه بالمسيح الإله القائم، نصبح أحياء، أحياء حقيقيين. ما أحياء يعني واحد بيقولوا ماشي هو ميت، لا، أحياء حقيقيين من الداخل ومن الخارج، لأن المسيح قام فينا نحن أيضا، وبه نحن نقوم. نقوم من شو يا أحبة؟ نقوم من كل خمول، نقوم من كل ميول عاطلة، نقوم من كل عبودية
نصبح أحرار بالمسيح، لا يعود يا أحبة يتسلط علينا الأهواء، لا يتسلط علينا حب المال، لا يتسلط علينا أي شيء في هذا العالم، لأننا اتحدنا، نحن اتحدنا بخالق ومبدع كل العالم. إذن يا أحبة، حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم، وهذه هي دعوتنا يا أحبة في بداية الصوم، أن نكون كلنا في المسيح. ولا يستطيع يا أحبة الإنسان أن يكون في المسيح إذا كان لواحد مننا شيء على الآخر. لذلك نغفر للجميع حولنا، ولا نعود نمسك خطايا إخوتنا، لأننا نريد أن نكون مع المسيح، ولا نسمح لأي شيء بأن يجذبنا إلى الأسفل، بل أن نتحد بالذي هو في السماوات، يسوع المسيح. لهيك اليوم يا أحبة في الكنيسة المقدسة، هذا الأحد يدعى بأحد الغفران، نغفر، ننسى كل شيء لكي نتحد بالمسيح، كما يقول بولس الرسول: أنسى ما ورائي وأمتد إلى الأمام، أمتد إلى المسيح، أنسى كل ما عندي وأمتد إلى المسيح. إذن كل توجه الإنجيل هي أن نتجه يا أحبة نحو المسيح. أحد الغفران غايته أن يعلم المسيحيين كما علمتنا الكنيسة أن نغفر وننسى كل شيء ونتجه نحو يسوع المسيح. أتمنى وأصلي يا أحبة أن نكون كلنا عنا هالهمة، كل واحد على قد ما الله بيعطيه، لأنه في ناس مريضين ما بيقدروا، بس على قد ما نحن بنقدر كل واحد على قد قدرته أنه نجوز فترة هذا الصيام، ونكون نحن منتصرين روحيا بالذي ينصرنا ويخلصنا يسوع المسيح. اليوم مساء يا أحبة رح يكون البطرك موجود في هذه الكنيسة المقدسة، وستقام صلاة الغفران. نكون كنا مع بعضنا اللي بيقدر يا أحبة، لأنه في هذه الصلاة، الصلاة المهمة جدا، رؤساء الكهنة مع سيدنا البطريرك بيصلوا لغفران الخطايا، ويكون كل الناس عم يركعوا لحتى ينالوا غفران الخطايا. كل عام وأنتم بخير، وربنا يسوع المسيح يحميكم ويحمي عيالكم. خوف الله وإيمان ومحبة تقدموا، الله رب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الله المجد ولي وَالْعَالَمِينَ بِكَ فَانْتُ
وَعِيْنًا وَعِيْنًا